محلل أسواق مالية من إكويتي جروب السيد سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية والأسواق العالمية وأيضا النفط. أهلا وسهلا بك أستاذ سركيس. في البداية نظرة عامة على حركة الذهب أيضا والدولار، نتحدث عن حركة متذبذبة إلى حد ما في العملات وسط هذه الأجواء، أحيانا تكون سلبية ومتباينة، يعني هي غير واضحة إلى الآن. أين ترى الحركة متجهة؟ تحديدا لهذا اليوم بالفعل شهدنا تحركات متذبذبة نوعا ما في تحركات الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية، وانعكس كذلك على أسعار الذهب. نلاحظ بأن المتداولين هذا اليوم في انتظار بيانات اقتصادية غاية في الأهمية ستصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، بداية مع مؤشرات التضخم وهي مؤشر أسعار المستهلكين، والذي من المتوقع أن يظهر بقاء مرتفع جدا عند 5.3%. كذلك نحن في انتظار اليوم محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي الساعة 9 ان شاء الله بالتوقيت المحلي. هذه البيانات في العادة تكون ذات تأثير ملموس على الأسواق المالية، ومنها تنعكس الحركة على العملات الرئيسية، خصوصا ونحن نلاحظ بأن هنالك اتساع كبير في عوائد السندات بين فروقاتها. إن تكلمنا عن السندات الأمريكية مع الألمانية، السندات الأمريكية مع اليابانية وغيرها، العوائد تبتعد عوائدها عن بعضها البعض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات يوم أمس لأعلى مستويات منذ أيلول العام الماضي، قبل أن ينخفض الدولار قليلا اليوم في بعض عمليات جني الأرباح، لأنه كما أشرنا المتداولين في انتظار هذه البيانات الاقتصادية. فالتذبذب في الأسواق المالية حاليا مصدره ترقب كبير بين المتداولين لأي مستجدات من الفدرال الأمريكي، إلى جانب أيضا انتظارنا لبيانات التضخم الأمريكية الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي. نعم، إذن يعني نتحدث عن تذبذبات من المحتمل أن تكون إيجابية بالنسبة للدولار، يعني كل المعطيات إلى الآن تقول أنه من الممكن أن يكون هناك دعم بشكل أو بآخر للدولار، خاصة مع رفع سقف يعني الديون عندما نتحدث عن الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى هناك موضوع يعني أزمة النفط أو أزمة الطاقة أيضا، كيف ستؤثر ذلك أو كيف سيؤثر هذا الموضوع على الدولار وكيف سيضغط على الذهب من جهة أخرى؟ الآن بالنسبة لأسعار النفط بالفعل ارتفعت وبشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، يعني لو قسنا الارتفاع الذي حصل على مدى هذه السنة نتكلم عن أكثر من 68% ارتفاع في عقود غرب تكساس الوسيط، أكثر من 62% ارتفاع في عقود برنت. ماذا يسبب ارتفاع أسعار النفط؟ ارتفاع أسعار النفط يغير عادات المستهلكين، يرفع مستويات التضخم، وبالتالي قد يجبر الاحتياط الفدرالي الأمريكي على تقليل شرائه للسندات خلال الفترة المقبلة، بل أتوقع أن يبدأ الفدرالي بالفعل تقليص برامج شراء الأصول اعتبارا من الشهر المقبل تشرين الثاني. كذلك هناك موضوع مهم، وأن الفدرالي قد يرفع الفائدة العام المقبل استجابة لارتفاع التضخم، فارتفاع النفط وأزمة الطاقة قد تتسبب بارتفاعات كبيرة بالتضخم عالميا. والفدرالي الأمريكي باعتبار الدولار هو العملة النقدية الأولى في العالم، فلذلك إن بدأ الفدرالي الأمريكي بالفعل يتوجه لرفع الفائدة تقليص برامج شراء السندات، قد يكون هذا داعم للدولار، وبالتالي قد يبقى الذهب نوعا ما تحت الضغط. لكن اليوم عم نشوف القليل من الارتفاع بأسعار الذهب، لكن عموما أسعار الذهب مستقرة ضمن نطاقات بين 1750-1770 في أغلب الوقت للشهر الجاري، وهذا دلالة على أن المتداولين من جهة يطلبون الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، لكن في نفس الوقت ارتفاع الدولار الأمريكي، ارتفاع عوائد السندات أيضا تعتبر أمور ضاغطة على الذهب لتبقي على تذبذبات ضمن نطاقات محدودة نسبيا. ومرة أخرى مع انتظارنا اليوم لمحضر اجتماع الفدرال الأمريكي، سوف يحاول المتداولون إيجاد أي إشارات عن التوجهات المستقبلية للفدرالي، متى وكم سيقوم بسحب سيولة من الأسواق، متى تحديدا سيرفع الفائدة، وهذا ما قد سيحدد توجهات إن كان الدولار الأمريكي والذهب في خضم الأزمة التي نعتبرها حاليا أزمة الطاقة. نعم، فيما يخص أيضا علاقة الدولار ببعض العملات، عندما نتحدث عن علاقة متوترة أيضا مع الين، نتحدث أيضا عن علاقته مع بعض العملات الناشئة أيضا، كيف سيكون أثره بشكل مباشر مع هذا الارتفاع القوي أحيانا والذي من الممكن أن يكون ضاغط بشكل كبير على هذه الاقتصادات؟
الآن إذا نظرنا إلى الين الياباني وهو يتداول عند مستويات 113 ين مقابل كل دولار مقارنة 109 ين لكل دولار واحد، سنلاحظ بأن الين الياباني يواجه ضغط هائل أمام الدولار الأمريكي وكذلك العديد من الدول الناشئة. تكلمنا أيضا عن انخفاض الليرة التركية لمستويات متدنية قياسية أمام الدولار، كل هذا مصدره باعتقادي الشخصي مرتبط في عوائد السندات وتوقعات الفدرالي الأمريكي التي تحدثنا عنها. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال في اليابان، فمن غير المتوقع أبدا أن يقوم بنك اليابان المركزي بتعديل سياساته، بل على العكس هنالك توقعات بأن تقوم حكومة اليابان بضغط المزيد من السيولة لمحاولة إنقاذ الاقتصاد من آثار ما تبقى من جائحة كورونا عندهم. إن الياباني ضعيف قد تبقى عملات العديد من الدول الناشئة ضعيفة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حتى طبعا ما لم يحصل أي مستجدات للاقتصاد الأمريكي تعكس هذه النظرة. شكرا لك سركيس نزار من إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.